قضى الداخل على كل هذه الثورات، ثم جاءت ثورة غريبة، ثائر نسي مع هذه الثورات، لكنه ظل يفكر في الثورة سنينا طويلة. هو أبو الأسود محمد ابن يوسف الفهري ابن الحاكم السابق الذي أسره الداخل في إحدى المعارك وجعله في سجن قرطبة، وظل مسجونا من سنة 141 هجرية إلى 168 هجرية، 27 سنة وهو في السجن، وما زال يفكر ويخطط للثورة. فعمل حيلة عجيبة نادرة في التاريخ، ذلك أنه تظاهر بالعمى، وأتقن هذا الدور إتقانا عجيبا، حتى أنهم كانوا يحركون أيديهم أمام عينيه فلا يرمش، فصدقوا أنه أعمى، وظل فترة طويلة على هذا الحال. وكانوا في السجن في قرطبة بقرب نهر، فكانوا يأخذون دفعات من هؤلاء المساجين، يأخذهم الحرس إلى النهر فيغتسلون ويغسلوا ملابسهم ثم يعيدوهم ويأخذوا دفعة أخرى وهكذا. فظل هو يؤخذ مع هذه الدفعات، وفي يوم من الأيام ابتعد قليلا ونادى رجلا عبر النهر، قال: واعدني فلان واحد مواليه ولك كذا وكذا، وأعطاه موعد معين يلتقي به مع فلان. وفعلا في اليوم الموعود جاء هذا المولى، وخرج أبو الأسود الفهري وعبر النهر سباحة، وهرب مع مولاه، ركب الخيل وتوجه نحو طليطلة، ثم أنه رأى أن طليطلة مستقرة فتوجه نحو قسطلونة 20 كيلومتر شمال مدينة جيان. فجمع القوات وبدأت آلاف من أهل الأندلس الأصليين المسلمين اللي كانوا في الأندلس تحت حكم الفهري يجتمعون، هذا ابن حاكمهم السابق، فكل من كان له طمع في الحكم وأعداء الداخل وأنصار الفهري تجمعوا حتى كان له جيش كبير. فأخذ الداخل يتتبعه، فحدثت المعركة الكبيرة في قسطلونة، وانتصر الداخل وقتل 4000 من أنصار الفهري، ففر وحاول أن يجمع أصحابه مرة أخرى، فتابعهم الداخل ففروا أمامه وقتل كثيرا منهم، ثم توجه نحو طليطلة يريد أن يجمع لكنها مستقرة، فلجأ إلى إحدى قراها ومات هناك. فثار أخوه القاسم لما رأى أنه في تجمع للقوات، ثار، فالداخل ما أمهله واستطاع أن يقتله. فكانت ثورة خطيرة شغلت الداخل من عام 168 هجرية حتى عام 177 هجرية. في أثناء هذه الفترة استغل القوط الذين في الشمال في جليقيا، منطقة جليقيا أقصى شمال الغرب، استغلوا هذه الانشغالات للداخل، فثاروا في نفس الفترة التي ثار فيها أبو الأسود الفهري، وأخذوا يسيطرون على جليقيا. فعندها وجه إليهم الداخل والي طليطلة، فاستطاع أن يهزمهم ويقتل ويغنم فيهم، ثم عاد، وفي عام 170 هجرية ثار البربر، واستطاع الداخل أن يوجه لهم جيشا فأذلهم وقتل فيهم. في هذه الفترة الداخل ما عاد يثق بأحد، خاصة بعد خيانة أبي عثمان الذي كان قد مهد له الفتح، خانه وحاول أن يدعم الثائرين عليه من بني أمية. في هذه الفترة كان بدر مولى الداخل بدأ يتعب من كثرة القتال وسنين من هذه المشاكل، فطلب الراحة وطلب الولاية أن يوليه منطقة من المناطق، فأبى الداخل، خشى أنه يكون طمع في الحكم، فقال: لا أريد حكم، أعطني مال. فخشى الداخل، ثم إنه نفاه إلى جنوب الأندلس، ومات بدر على هذا الحال. إذن الداخل غيرته الأحداث، كان قد دخل بروح فيها تسامح وفيها هدوء وفيها طلب لتجميع القلوب، لكنه اضطر تحت هذه الثورات، أكثر من 25 ثورة في خلال فترة حكمه، ماذا تفعل بالإنسان؟ فرغم حرصه على اللين والرفق إلا أنه اضطر للشدة، ورغم حرصه على تجميع القلوب إلا أنه ما استطاع أن يثق بأحد بعدما ثار عليه بنو أمية أقرب الناس إليه. الداخل في عهده انقطعت الأندلس عن باقي أرض المسلمين، جميع أراضي المسلمين تحت الخلافة العباسية ما عدا الأندلس،
وأيضا في عهده بسبب هذه الثورات والانشغالات خرج المسلمون من جنوب فرنسا، واستطاع القوط أن يسيطروا على شمال الأندلس، وكان يرغب في إيقاف هذا المد النصراني لكنه ما استطاع بسبب هذه الثورات المتتالية. هذا الصراع على الملك هو الذي أدى إلى ضعف المسلمين، هذا التطاحن على الدنيا هو الذي جعل بأسنا بيننا شديدا، فاستغل الأعداء هذا كله واستطاعوا أن يكسبوا على حساب المسلمين هذه الأراضي الكبيرة. في عام 172 هجرية واجه الداخل كل هذه المشاكل، لكنه بعد هذا الجهاد الطويل والبذل العجيب دخل الأندلس 138 هجرية ومات فيها في عام 172 هجرية. فترة طويلة من الحكم، 34 سنة يحكم فيها الداخل، لكنها ما كان فيها يوما هادئا، كلها ثورات متتالية. هذا الصمود وهذا الصبر وهذا البذل هو الذي مهد للحكم الأموي الطويل في الأندلس. لما حانت وفاته وشعر بها احتار الداخل من يولي بعده، وكان أمامه اختياران رئيسيان. الأول ابنه البكر، أكبر أولاده سليمان ابن عبد الرحمن الداخل من زوجته الشامية، وكان في ذلك الوقت يحكم طليطلة، لكنه سليمان كان أقل حكمة وأقل كفاءة من ابنه الآخر هشام حاكم ماردة، وأمه أسبانية أسلمت، فهل يولي الأكبر أم يولي الأكفأ؟ وخشي لو ولى الأكبر يعني يضيع البلاد، وخشي لو ولى الأكفأ يثور عليه الابن الكبير، فكان ظل محتار إلى أن مات. فلما جاءت وفاته سلم خاتم الذي يختم به أوراق الدولة، خاتم الحكم، سلمه لابنه عبد الله وقال من سبق من أخويك إلى قرطبة سلمه الحكم، دع الله يختار. وفعلا لما وصلت الأخبار إلى أولاد الداخل أسرعوا إلى قرطبة، فكان أول من وصلها هشام الولد الأصغر، فأعطاه عبد الله الخاتم وسلم عليه بإمارة الحكم. ومات الداخل عام 172 هجرية، وبدأ حكم هشام ابن عبد الرحمن الداخل، وكان عمره آنذاك 30 سنة. رحم الله الداخل وغفر له، أعطى نموذجا لشباب هذه الأمة، نموذج من نماذج الطموح. كثير من الناس اليوم لا طموح لهم سوى طموح بسيط، يريد أن يبني بيت ويشتري سيارة وتنتهي المسألة. لكن الداخل حكم الأندلس عمره 25 سنة، فر كان مطلوب رأسه عمره 19 سنة، من 19 سنة يفر طريد شريد في خلال 6 سنوات مطارد، ينتقل الأمر أن يؤسس دولة ويحكمها ويفتحها وحده، ما معه جيش، ما معه أحد، ما معه أنصار، استطاع أن يفتحها وحده. وصدق عليه وصف أبي جعفر المنصور، هذا صقر قريش، نموذج فريد من الطموح. رغم كل ما عليه من ملاحظات إلا أنه يبقى نموذجا للهمة العالية والحزم والصبر على شدائد الأمور. عبد الرحمن الداخل صاحب المزايا العجيبة والقدرات الفذة، الذي استطاع أن يؤسس جيشا دائما 100,000 من المقاتلين الأشداء، غير الحرس الخاص الذين جعلهم لنفسه في قرطبة يحمونه من الثورات المتتالية، 40,000 من المقاتلين يحرسونه باستمرار. فهذا من الناحية العسكرية استطاع أن يرتب أموره بهذه الصورة وهو فرد وحيد شريد. ثم إنه دون الدواوين وعقد الألوية وجعل السلطة كلها في يده، ووزع الأندلس إلى مقاطعات إدارية، وبنى قرطبة لتنافس بغداد، واستجلب الأشجار وخاصة النخيل والرمان فأدخلها للأندلس، بنى سور قرطبة ومسجد قرطبة الكبير في عام 170 هجرية،
وأنفق عليه 80,000 من دنانير الذهب، وبنى قصر الرصافة سماه باسم قصر جده هشام، يسمى في الشام رصافة هشام. عبد الرحمن الداخل شاعر أديب شجع الشعراء وقربهم، وكان من أهل العامة، فينزل إلى الناس ويباشرهم ويزورهم ويمشي بينهم، إلى أن كثرت عليه الثورات وخشي الاغتيال، فصار يرسل من ينيبه في تتبع أحوال الناس. كان سمحا سخيا يخطب على المنبر، وكان حريصا على كرامة الناس، فطلب منهم ألا يسألوه شيئا علانية حتى لا يذلوا أنفسهم، بل يكتبون ما يريدون على رقع من الورق فيلبي لهم الطلبات. ذكرنا كيف استطاع عبد الرحمن الداخل أن يقضي على الثورات المتتالية، وهو الذي أسس الأسطول البحري في الأندلس. توفي الداخل رحمه الله، وتولى هشام الملقب بالأول والملقب كذلك بهشام الرضا، شاب تقي ورع حكيم وقائد باسل، وسر الناس بحكم هشام. إلا أن سليمان ابن عبد الرحمن الداخل رفض التسليم ورفض الاعتراف بهشام حاكما. حاول هشام أن يسترضيه أن يقربه، فأصر أنه هو أولى بالخلافة، ورجع سليمان ابن عبد الرحمن الداخل إلى المدينة التي يحكمها طليطلة، وهناك أعلن الثورة، وبدأ الآن الصراع بين أبناء الداخل، وبدأ سليمان يدعو الأمويين لنصرته، واستطاع أن يقنع عبد الله الابن الآخر لعبد الرحمن الداخل فانضم إليه، وبدأ أنصارهم يتجمعون حتى شكلوا جيشا، وسار الجيش نحو قرطبة. الآن الصراع بين أبناء الداخل. في عام 173 هجرية تحرك جيش من قرطبة نحو طليطلة كذلك، فالتقى الجيشان، واستطاع هشام أن ينتصر وهزم جيش أخيه، وفر سليمان إلى مرسية، وهناك بدأت المراسلات من جديد، ثم رضي سليمان وعبد الله بالصلح وأن يغادر الأندلس مقابل مبلغا كبيرا من المال. إذن القضية قضية نهنية 100%، ولكن هشام كان حكيما فرضي بإعطائهم هذا المبلغ وأن يتخلص من هذا الإزعاج الذي سببه له أخوه. في عام 174 هجرية ثارت سرقسطة، أيام الداخل ثارت سرقسطة على يد سليمان بن يقظان الأعرابي وعلى يد الحسين الأنصاري. في 174 هجرية ثارت سرقسطة على ابن الداخل هشام، وقادة الثورة مطروح ابن سليمان الأعرابي وسعيد ابن الحسين الأنصاري. أبناء الثوار يثورون على أبناء الداخل، فثار فأرسل إليهما هشام أبا عثمان، واستطاع أن يقمع الثورة ويقتل زعماءها، وبدأ هشام بعد ذلك يحتوي قادة القبائل والزعامات القبلية ويقربها بأسلوب هادئ، فبدأت الأمور تهدأ، وبدأ يتفرغ لقتال الفرنجة، فأرسل عدة حملات تأديبية إلى القوط في الشمال، واستطاع أن يصل إلى قشتالة ثم استوريوش، فأوقع هزيمة عنيفة بقوات الملك برمندو، وتكبد برمندو عدد كبير من القتلى، ثم تولى حكم بعد وفاة برمندو ألفونسو الثاني، فأرسل إليه هشام أيضا حملات تأديبية في عام 176، فاستطاع أن يهزمهم ووصل إلى عاصمتهم، واستطاع ألفونسو أن يهجم على المسلمين ويشتتهم أثناء عودتهم، وفر قائد هذه الحملة عبد الملك بن مغيث وزير هشام، ثم عاد بحملة انتقامية فهزم ألفونسو، وكاد ألفونسو حاكم القوط في شمال الأندلس أن يقع أسيرا لولا فراره إلى قلعة بعيدة بعد سقوط مدينة عظيمة من مدنهم في الشمال نالون، وما اكتفى هشام بذلك، فأمر عبد الملك في عام 177 أن يذهب إلى سبتمنية في جنوب فرنسا، فاخترق البرينيه ووصل الى سبتمنية، وكاد تسقط عاصمتها نربونة مرة اخرى في يد المسلمين،
بينما كان شارلمان حاكم فرنسا مشغول بالسكسون. ثم توجه عبد الملك الى قرقشونة، فاستطاع ان يهزمها وينتصر عليها ويفتحها ويهزم دوق طولوز هزيمة نكراء، ووقع الاف الاسرى في يد المسلمين. وفي عام 178 هجرية ثارت مناطق جنوب الاندلس على يد البربر، لكن هشام وجه اليهم جيشا فقضى عليهم، واستمر هشام في هذا الحكم من عام 172 الى 180 هجرية، فاتحا مجاهدا موحدا للاندلس، مجمعا للقلوب، ثورات محدودة وانتصارات اسلامية شاسعة في بلاد الفرنجة والقوط. هشام الرضا احاط نفسه بالفقهاء، وكان هذا سببا رئيسيا في الحكمة التي تحلى بها، وفي الانتصارات العظيمة التي انتصرها، وفي تجميع القلوب. من يشاور اهل العلم ويستنير برأيهم ينتفع ويستفيد، ومن يشاور اهل الدنيا والخبثاء الذين لا مطمع لهم الا شهواتهم فهذا يضيع ويضل. كان من جهوده رحمه الله انه عمم اللغة العربية في المعاهد التي يأمها غير المسلمين، فانتشرت اللغة العربية بين القوط، وبدأوا من خلالها يفهموا الإسلام أكثر وأكثر، وبدأ الدخول أكثر في دين الله تعالى. اهتم هشام الرضا بالمساجد، وكانت له جهود عمرانية عظيمة، فرمم القنطرة، قنطرة قرطبة العظيمة التي تصل بين شرقها وغربها، ووسع مسجد قرطبة الكبير. وفي عهده بدأ شيوع المذهب المالكي في الأندلس. قبل هذا كان المذهب السائد في الأندلس هو مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله من أئمة الشام، لكن في عهد الرضا انتشر مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فكان معظم أهل الأندلس على المذهب المالكي.